ابتدي معاك يا احمد. جامعه الازهر طبعا والمدينه الجامعيه يعني الموضوع حدث ولا حرج. اولا يا احمد، مين اللي بيتظاهر داخل جامعه الازهر وفي المدينه الجامعيه؟ هل فقط طلبه الاخوان ولا زي ما بيقال لا مش بس الاخوان، احنا كمان كطلبه احنا بيتقبض على ناس مننا فاحنا برضو متضامنين معاهم ومش راضيين عن اللي بيحصل؟ ايه اللي بيحصل بقى داخل جامعه الازهر؟ بسم الله الرحمن الرحيم. اسمحي لي ان انا اقول لك اللي بيحصل في جامعه الازهر تحديد وجامعه الازهر بالاخص. هو مسلسل استمرار غزو الجامعات من قبل طلاب جامعه الاخوان. اللي بيتظاهر في جامعه الازهر طلاب الاخوان في مخطط موضوع ومستعد لي كطلبه اخوان من بدايه الدراسه، الطلبه اللي هو وقف الدراسه وتعطيل الدراسه وقف الامتحانات او مخطط ثاني دخول قوات الامن داخل الجامعه. اكيد حضرتك كنت متابعه والكل كان متابع اللي بيحصل في جامعه الازهر والمسيرات والمظاهرات اللي ما لهاش اي علاقه بالمطالب التعليميه ولا بطلبه الازهر، دول طلبه اخوان. اكيد شفنا التخريب وشفنا العنف وشفنا السب. ازاي بتبدا؟ بتبدا بيبقى في استعداد وفي دعوات ليها من قبل ما يسمى بطلاب الاخوان، وفي عندنا بلاك بلوك الاخوان مستمر مع يمكن قبل بدايه الدراسه كنا بنسمع عنهم انهم هيعملوا مظاهرات، هيعملوا مسيرات داخل الجامعه وملهاش يعني المسيرات كل اللي بتعمل مسيرات داخل الجامعه ملهاش اي علاقه بالمطالب التعليميه. فبتشتغل طلبه الاخوان كلها ضد المؤسسه العسكريه، ضد الجيش، ضد الشرطه، ضد الشرطه الانتقاليه الحاليه وكل من يؤيدها. بس احنا كطلبه ازهر احنا واقفين على موقفنا. بتشتبكوا معاهم يا احمد؟ يعني بيبقى في مشادات وبعد كده الموضوع بيخرج وبيدخل فيه بقى الامن الاداري اولا وبعدين قوات الامن ثانيا؟ لا، هم بالفعل هم بيحاولوا اشتباك مع من اعضاء هيئه التدريس من الطلبه المعارضين ليهم، كل ما يعارضهم داخل الجامعه فهو اكيد بيتعرض للايذاء، بيتعرض للضرب، بيتعرض للتهديدات، واحنا بنتنشل الاشتباكات خالص وبنحاول نبعد وبنحاول نستمر في دراستنا. بس لا، هم عندهم اصرار ان الدراسه تقف، عندهم اصرار ان الجامعه تتقفل، عندهم اصرار ان محدش يحضر محاضرات. احنا بقى لنا من يوم الاسبوع اللي فات بعض الكليات مقفوله، بنجي نحضر محاضراتنا بنلاقي طلبه اخوان قدام الكليات قافلين الكليه بالجنازير. طب احنا عايزين نحضر محاضراتنا، يقول لك لا لا دراسه ولا تدريس حتى عوده الرئيس. يا عمي مش عايز تتعلم مش عايز تدرس اقعد بره لغايه ما لا دراسه ولا تدريس حتى عوده الرئيس. ده الشعار المرفوع داخل جامعه الازهر رافعينه طلبه الاخوان، وللاسف بيقول لك جامعه الازهر هي اللي لا دي مش جامعه الازهر ودول مش طلبه الازهر. طلبه الازهر ما بتشتمش، طلبه الازهر ما بتعملش احداث عنف، طلبه الازهر يوم ما بنتظاهر لينا مطالب تعليميه بنطلع نرفعها على رئيس الجامعه والدكتور اسامه والاعضاء هيئه التدريس والاداره كلها بتستجيب لمطالبنا. لكن دي كلها شعاراتهم شعارات حزبيه، شعارات رابعة، شعارات الرئيس المعزول، دعوات للعنف ودعوات للتخريب، لا دراسه ولا تدريس هو ده الشعار الرئيسي بتاعهم. يا عم انت مش عايز تتعلم طب اتفضل، احنا جايين من اخر الدنيا وفي طلبه. انت قاعد في المدينه الجامعيه يا احمد؟ لا انا للاسف مش ساكن في المدينه الجامعيه. بس انا بسالك كده، انتوا عارفين بعض؟ عارفين مين من الطلبه الاخوان وفي مين مش الاخوان؟ بتتكلموا مع بعض يعني ايه الحوار؟ ايه الحاله؟ متقبلين بعض ولا يعني مش طايقين كلمه من بعض؟ لا لا، احنا حاولنا اكتر من مره ان احنا نقعد ونشوف اي مطالب بحيث ان احنا نتجنب المشاكل داخل الجامعه. دي حرم جامعي ما ينفعش يتحول لساحه حزبيه وما ينفعش. فاحنا قلنا عشان نستمر الدراسه حاولنا نقعد معاهم، هم مش قابلين لاي حد. طب تعالوا نقعد مجموعه طلب مع بعض ونطلع لرئيس الجامعه ونقعد ونشوف مطالبنا، انتوا عايزين ايه؟ بس تكون مطالب بتخص بالعمليه التعليميه. ما تجيش ترفع لي شعارات وتقول لي الرئيس وكذا وتقول لي مرسي وداخل الجامعه. تعالوا نشوف المطالب التعليميه كلها ونرفعها لرئيس الجامعه، ويوم ما الجامعه ما تنفذهاش اكيد احنا هناخد موقف. هو لا، كل يوم من الساعه 9 من الساعه 10 نلاقي اعداد بنين طلبه وطالبات جايين بيتظاهروا قدام مبنى الاداره، بيجيبوا العاب ناريه، خرطوش، ضرب بالدب، عايزين باي شكل من الاشكال انها الدراسه تقف. لما الطلبه ما تعتطفتش معاهم والدراسه كانت مستمره وفشلت المظاهرات بتاعتهم وفشلت المخططات بتاعتهم، قعدوا يحدثوا اعمال عنف واشتباكات. طبعا اضطرت انها الجامعه تستنجد بالشرطه، فبيقول لك احنا عايزين ندخل الشرطه داخل الجامعه وبكده الطلبه تتعاطف معانا.
ده اللي بيتقال ده اللي بيتقال يعني هم يعني هم متعنيين يعني استفزاز للشرطه عشان الشرطه تدخل جوه الجامعه يحصل ضرب يحصل ضرب الطلبه اللي هم رافضينهم يتعاطفوا ويصوروا المشهد ويصدروا انه قوات الامن بتدخل حرم الجامعه وبتحصل اشتباكات وبتعطل عمليه التعليميه. هو ده المسلسل بتاعهم.